بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كنت أنا سألت سؤال على الفيسبوك، سؤال بسيط: إيه هي أهم صفات القائد من وجهة نظرك؟ والناس كتير جاوبت ما يقارب من 64 تعليق، وكلهم صح وكلهم حاجات جميلة جدا وكلهم ما فيهمش أي حاجة غلط. واحد مثلا: اختيار فريق العمل، البصيرة، الحكمة، المرح، التفاؤل، الحزم، الإلهام، الصبر، صفات سيدنا خالد، احترام آراء الآخرين، الدعم الفني، توزيع المهارة، التوظيف الجيد، القدرة على اكتشاف وإدارة الأخطاء، التواضع، الكرم، الصدق، الوفاء. كل الصفات دي كويسة، تمام. بس هي الفكرة كلها، أنا ما عنديش أي اعتراض على أي صفة فيهم، لو كلهم كويسين وكلهم كويس إن القائد يتصف بيهم. بس خلينا نقسم الصفات لأقسام. في صفات كويسة لا يصلح القائد إن هو يبقى قائد من غيرها، تمام؟ وفي صفات كويسة لو موجودة في القائد هتزود مهاراته وهتخليه أكثر قدرية على القيادة. وفي صفات لو موجودة خير وبركة، لو مش موجودة عنها ما جت. وفي صفات سيئة لو اتصف بيها لا يصلح نهائي للقيادة. وفي صفات أخرى، تمام؟ لو سيئة لو اتصف بها القائد هيكون، بس هيبقى في مشاكل وممكن ناس تعمل ثورة عليه وممكن ناس تشيله، تمام. طيب خلينا نتكلم على موضوع القيادة عشان نفهم أو نستوعب فكرة الصفات دي أهميتها إيه. القيادة هي قيادة الآخرين نحو الهدف. يبقى ممكن يكون عندك فريق من الناس وفي هدف والناس كلها عارفة الهدف دوت، بس مش قادرين يتحركوا الهدف، منتظرين شخص واحد قائد يقودهم من المكان ده للهدف ده. الدليل من سورة البقرة آية 46: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قال نبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ده في ملأ من بني إسرائيل، ده الفريق، ده فريق العمل. وراحوا لنبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، نبي من الأنبياء، بيقول له إيه؟ ادعو لنا ربنا إن هو يبعت لنا حد نقاتل يعني تحت رايته في سبيل الله، في هدف ان احنا نحرر بيت المقدس، نحارب في سبيل الله. فدعا ربنا ان هو يبعت لنا ملك. طب النبي خده، هو في حد افضل من الانبياء؟ لا، ما هو صفات القائد ممكن ما تكونش موجوده في النبي، في صفات معينه كده لازم تكون موجوده، ممكن ما تكونش موجوده في النبي. ممكن ما يكونش عنده قدره على القياده، ممكن ما يكونش عنده قدره على اختيار الاشخاص، الحاجات دي كلها. فهو قال له خلاص ان ربنا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اختار لكم قائد. فاعترضوا على حاجتين، قالوا في صفتين في القائد لازم يكونوا موجودين، لو مش موجودين مش هنحارب تحت رايته. ايه هما الصفتين؟ قالوا ان يكون له الملك علينا. هو في الاسباط او احفاد سيدنا يعقوب كانوا اسباط، ففي عيله بيبقى فيها الانبياء وعيله بيبقى فيها الملوك وعيله بيبقى، فهو قال له ده من احفاد الناس العاديه، ازاي هو ما يكونش النسب بتاعه يصل ان هو يكون شريف او ان هو يكون من نسل سيدنا يوسف والحاجات دي. ونحن احق بالملك منه ولم يؤت ساعه من المال، معهوش فلوس. طب وهل الفلوس دي هي يعني النسب والفلوس هي اللي تخلي في واحد قائد؟ فقال لهم ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم، ربنا زوده في العلم والجسم، اعطاه الطاقه وزوده في واداله زاد في العلم. الصفتين دول يساعدوا في القياده، تمام. طيب خلينا نرجع لمفهوم القياده. ايه اهم موضوع القياده؟ القائد دوت ربنا بيقول وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقاموا الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. فاهم حاجه في القياده، تمام، فريق العمل، الهدف، القائد. لازم يكون في فريق من العمل، ويكون في أهم. هتبدأ تظهر بقى بالنسبة لنا أهمية القائد لما نبص على قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيكلم الأنصار، بيقول لهم يا معشر الأنصار، الحديث البخاري: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. يعني تغيروا 180 درجة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم، بسبب شخص، تمام. طيب اهم حاجه في الصفه، مش في الصفه، في الخصائص، ان هو يكون في الناس واثقين فيه. لو الناس في شك فيه او ما عندهمش ثقه فيه الموضوع مش هيتم.
يعني لو مثلا القوة بتاع الجيش الناس مش واثقين فيه لأي سبب من الأسباب، خلاص كده هتبقى إيه، الأمور هتتفلت منه، هيقول لهم حاجة مش هيسمعوا كلامه، يبقى كده الأمور ضاعت خالص. تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لما سألوه عن أفضل الناس قال لهم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام. يعني في واحد ممكن يكون عنده صفات كويسة في القيادة زي خالد بن الوليد وعمر بن العاص، أول ما أسلموا الرسول صلى الله عليه وسلم ولاهم قيادة. ليه؟ لأن هم عندهم صفات كويسة جدا في القيادة. تمام. مع إن في فترة يعني لما أسلموا ما كانش عندهم علم شرعي، ما كانش كان في حاجات ناقصاهم، بس هو كان عندهم صفات في القيادة. فلازم يكون في ثقة، ولازم القائد نفسه يكون واثق في الحق اللي معاه وفي الخير اللي معاه. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقولوا له سيب الدعوة بتاعتك، قال ايه؟ يا عم والله لو وضع شمس في يميني وقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يزوره الله او اهلك فيه ما تركته. تمام. فلازم موضوع الثقة ان هو يكون واثق في نفسه. يعني في يوم حنين لما حصل مفاجأة وضغطة شديدة من الاعداء، فالناس كلها هربت، فالرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي ما هربش وركب البغلة بتاعته ويقول انا نبي لا كاذب، انا ابن عبد المطلب. فهي لازم يكون في ثقة القائد بنفسه، وبعدين الأتباع هيبدأوا يثقوا فيه لما يلاقوا حاجات معينة اللي هي الصدق والأمانة، أهم صفتين من وجهة نظري الصدق والأمانة. فلذلك بعد كده هتلاقي في ثقة جامدة جدا. أبو بكر الصديق كان جرب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فلذلك أول ما أسلم الحاجات دي كلها كونت ثقة جامدة. فأول حاجة أول ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حاجة يقول لك صدق رسول الله، صدق رسول الله، الصحابة صدقوه. فبعد كل شوية كلهم تحصل حاجة صدقوه أكتر، صدقوه أكتر. لما مثلا قال لهم سورة كسرى وجه، خلاص ده حاجة كانت مستحيلة تحصل وحصلت. لما كان بكل شوية يقول لهم عن حاجة وتحصل ويشوفوا الأمانة ويشوفوا الصدق والحاجات دي كلها، فبقوا واثقين فيه 1000000%. طيب أهم صفة على اساس ان الناس تبقى واثقه فيك الصدق والامانه، ودول الصفتين اللي الرسول صلى الله عليه وسلم كان متصف بيهم قبل البعثه، كانوا يسموه ايه؟ الصادق الامين. ربنا كان بيهيئه لقياده الامه كلها، فخلاه يتصف باحسن صفتين ممكن الواحد يتصف بيهم في القياده، الصادق الامين. ولو تفتكر في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سالوه ايكون المسلم جبانا، ده بيتكلموا عليه، بيتكلموا على القائد ولا المسلم؟ المسلم، والقائد حاجة أعلى، فلازم يكون متصف بالصفات دي ويزود عليها. هيكون المسلم جبانا؟ قال نعم، ممكن واحد مسلم وبيخاف. طيب هيكون المسلم بخيلا؟ صفة وحشة بس ممكن. فقال لهم نعم. قالوا هيكون المسلم كذابا؟ قال لا، ما ينفعش مسلم يكون كذاب، فضلا ان يجي قائد ويكون كذاب. فلو جه قائد وجه بقى كذاب دي صفة سيئة جدا. تمام. الأمانة مهمة جدا، إن هو يكون راجل أمين، يكون صادق. صادق معناه هو ما يكذبش عليهم. لو هو التزم بصفة الصدق ديت هتحل مشاكل كتيرة جدا، وهتحل لنا مشاكل كتيرة جدا من اللي بتحصل تحت كده. يعني مثلا يقول لهم أنا هجيب لكم زيادة الشهر ده، لو بنتكلم على شركات تجارية أو إدارية أو حاجة زي كده، وقال لهم كلمة والتزم بيها أو على قدر الإمكان حاول يتكلم مع الإدارة العليا ومع صاحب الشركة، وفشل او نجح، لو نجح خير وبركه، لو فشل يجي يقول لهم والله انا عملت 1 2 3 وهذه الادله ان انا عملت الحاجات ديت، بس النتيجه اللي جت كذا وانا قدرت اوصل لكذا. فساعتها لما يحسوا ان هو الراجل فعلا مهتم والراجل صادق والراجل ما بيكذبش عليهم هيثقوا فيه وهيحاربوا معاه. تمام. الامانه ان الناس تأتمنك على حاجه وتقول لك اسرارها وتقول لك الحاجات بتاعتها معاك. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما اعلن ان هو نبي، في ناس كثيره من الكفار بداوا يحاربوه، بداوا مع ذلك ما لقوش حد يحط سيب عنده الامانات في قريش كلها غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه عارفين ان هو امين فبداوا يحطوا الامانات. فلو القائد متصف بالصفتين دول، الصدق والامانه، دول هيخلوه يلتزم مع الاتباع بكل حاجه كويسه، هيخلي العلاقه بينهم كويسه، هيخلي ان هو مثلا يقول لهم انا لما يحصل كذا هوزع منكم، فيوزع الحاجات، فده يدي ثقه اكتر، يدي انطباع اكتر، يبقى كريم معاهم. طيب في بعض الصفات التانية مش اساسيه، تمام، بس هي لو اتصف بيها هتبقى كويسه، هتفيده. مثلا طبعا ممكن واحد يقول لا ده اساسيه مش اساسيه، يعني حسب الشخص نفسه ممكن يشوفها
ازاي، ممكن الرحمة، ممكن كذا، ممكن كذا، كل ما بتصف بالاستقامة، الحاجات دي كلها، الثبات، الإيجابية، كل الحاجات دي كل ما بتضاف بتدي قوة. وفي صفات زي ما قلنا أساسية. طيب، من ضمن الصفات اللي ما ينفعش الشخص يتصف بيها ويبقى قائد نهائي، فاكر الحديث اللي لسه قايلينه دلوقتي؟ أيكون المسلم كذابا، أيكون المسلم بخيلا، أيكون المسلم بخيل وجبان، بخيل وجبان. الصفتين دول ما ينفعش في قائد. بخيل، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، كان بيتكلم، بدأ يخلي كل فرع أو كل قبيلة يبقى في واحد مندوب عنهم أو واحد هو المسؤول عنهم. فسأل بني سلمة: من قائدكم؟ قالوا: فلان، غير أن نتهمه بالبخل. هو الراجل ده احنا بنقول إن هو بخيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لي: أي داء أدوى من البخل؟ ما ينفعش قائد يبقى بخيل، بل سيدكم فلان. غير قائد لأنه اتصف بصفة ما ينفعش قائد يتصف بيها. ما ينفعش قائد يكون جبان، ما ينفعش قائد يكون بخيل، لأن لو بخيل كل ما تيجي فلوس هياخدها في كرشه وما يديش لحد خالص. وفي مثل العرب بتقوله: جوع كلبك يأكلك. كان في قائد قبيلة وكان كل شوية يدخل يحارب بيهم ياخد الغنم كلها ليه وما يدوبش حاجه، كان بخيل. فراح قال لاخوه: بص، احنا مش عايزين القياده تطلع من عندكم، بس هنقتل لو اخوك وانت تبقى قائد. قال لهم: ماشي. فقتلوه وخلوه هو اللي يمسك. فراح هو عدى على القبر وقال له: ايه يعني لو جوعت كلبك هياكلك انت. وما ينفعش قائد يبقى جبان. طب ما الجبان يقعد في اخر الصفوف. ممكن واحد عادي وجبان، ما فيش مشكله. انما لو قائد لازم هو اللي يتخذ القرارات، ولازم هو اللي يبقى في مقدمه الصفوف، ما يبقاش قاعد ورا ويقول خشوا، لا، هو اول صف هو اللي يشجع الناس. وهو فلما الجيش كله واقف ولا قائد واقف في اول صف هو اللي بيهجم، كلهم هيهجموا، كلهم هيحسوا كده: اه، احنا بنحارب ورا واحد شجاع، ورا واحد قائد يصلح القياده. ومن ضمن الامثله الكويسه جدا في القياده صقر قريش عبد الرحمن بن عوف. هو أول ما دخل الأندلس دخل لوحده، كان مع غلام اسمه بدر، وقدروا يحتلوا، يقدروا يفتحوا الأندلس مرة أخرى تاني. فمن ضمن الحاجات الأول ما راح قالوا له: خد، احنا عارفين إن أنت بقالك فترة بعيد، زوجتك ماتت وولادك وكده، فخد جارية حسناء. راح قال لهم: لا، ردوها، أنا مش عايزها، لأن أنا عندي هدف أسمى. فهم عرفوا إن الراجل ده جاي عشان فعلا ينشغل بالقيادة والحاجات دي كلها. فجم قال له، شافوه راكب على بغلة، على حصان، كان راكب حصان. فقال له: ده ممكن أي وقت يهرب. فخد باله، قال لهم: معلش. راح بعت البغلة دي لأحد القيادات، قال: بعت الحصان ولا نركب بغلة، أبقى ثابت وأبقى في أول صف بحيث إن البغلة ما تجريش، ما يحصلش حاجة يقولوا جريت، ما يقولوش إن ما جوش في وسط الحرب، ده فين، ده ورا خالص. فكان في اول الصفوف، فالناس كلها تشجعت وكلهم حاربوا معاه وانتصروا في المعركه دي. ده بس كانت نبذه بسيطه، كانت طولت شويه، بس هو الملخص. اي واحد عايز يبقى كويس في حياته التزم بالصفتين دول. الصفتين دول لو التزم بيهم ان هو عمره ما يكذب، والصدق والامانه، خلاص كل اموره هتستقيم بعد كده. انا نفسه انا لو كذبت بشكل وحش، ولا انا لازم التزم صدق، فهعمل اخلاق كويسه والتزم حاجات كويسه. الصدق والامانه، الصدق والامانه. ولو جينا نبص بصه سريعه على السيره النبويه، هنلاقي ان الخلفاء الراشدين كان كل واحد فيهم متصف بصفه، او نقدر نقول مفتاح للشخصيه. كان ابو بكر الصديق متصف بالصدق، ما ابو بكر الصديق تمام، متصف بالصدق ان هو صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وان هو صادق في كل كلامه. سيدنا عمر الخطاب مشتهر بالعدل، عدل عمر. وسيدنا عثمان متصف بالحياء. سيدنا علي بن ابي طالب مشتهر بالشجاعه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي استخلف ابو بكر الصديق، اهم صفه من صفات القياده. طبعا كلهم يتصفوا بالصفات الكويسه الاربعه ديت، بس هو كل واحد فيهم كان متميز بصفه اصبحت علما عليه خاصه بيه. فابو بكر الصديق متصف بالصدق، فكانت اول صفه لأنها أساسية ولازم تكون موجودة في القائد، والصدق والأمانة. ده نتمنى تصدق جميعا.